راديو دبنجا يقدم غريب الثورة في عيوننا الكنداكة. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان. المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة حول الدور العظيم اللي بتقوم به لجان المقاومة ولجنة أطباء سودان المركزية. برزت بعض الأصوات لترشيحهم لجائزة نوبل للسلام، وكذلك لأدوارهم العظيمة في الثورة السودانية ومحافظتهم أيضا على السلمية اللي كانوا حريصين عليها طوال حراكهم المستمر، والذي لا يزال إلى أن تتحقق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وأيضا في ذات الموضوع هنالك جهات أيضا تسعى لشيطنة هذه اللجان. وحول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف اليوم الأستاذة نادية نور الناشطة وعضو لجان المقاومة، والدكتورة سليمة إسحاق الناشطة في منظمات المجتمع المدني، وأيضا الصحفية والناشطة عواطف إسماعيل. أهلا ومرحبا بكم، وبداية مرحبا بك عواطف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي شهدائنا وجرحانا ونتمنى العودة للمفقودين. في واقع الأمر أنا هنا لا أتحدث عن دور لجان المقاومة في انطلاق الثورة واستمرار جذوته واشتعله حتى الآن رغم البطش والقتل والقمع والسجن والإخفاء القسري، ولكن أتحدث عن لجان المقاومة كثورة، لأن هؤلاء الشباب الشجعان أثبتوا أنهم في حد ذاتهم ثورة، ثورة على كافة المفاهيم القديمة من تمييز عنصري وطبقي واجتماعي ونظام شمولي. في الحقيقة لجان المقاومة يستحقوا أكثر من جائزة نوبل، لأنهم نجحوا بسلميتهم مثل شوكة أكثر الأنظمة الشمولية والدكتاتورية والدموية. نعم. شباب لجان المقاومة الذين تم وصفهم بالراستات في جيل الإنترنت أثبتوا أنهم رجال رغم صغر سنهم، وحداثة عهدهم بالثورات والأنظمة الشمولية. هؤلاء الشباب ولدوا وترعرعوا تحت ظل نظام الإنقاذ، لذلك تشكلت ملامحهم تحت نار هادئة، نار الوعي بالحقوق والواجبات، نار الوعي بالوطنية وما تتطلبه من نفرانزات وتضحية بالروح. شباب صغار فعلوا ما لم يفعله الكبار، لذلك يستحقون جائزة نوبل بجدارة، وأنا أوجه لهم من هنا التحية وأتمنى لهم مزيد من الثبات ومزيد من التقدم والنجاح، وهم أمل الأمة وهم أمل الثورة وهم أمل السودان. بدون لجان المقاومة كان البشير سيظل يعني على في مكانته التي احتلها منذ 30 عام، لكن هؤلاء الشباب نجحوا بكسر شوكته وهزيمته شر هزيمة. أستاذ عواطف، يعني صراحة في جهات يعني بعين بتعمل يعني حاليا على شيطنة لجان المقاومة ولجنة أطباء سودان المركزية، تعليقكم؟ الأخت هنادي في الحقيقة اللي المثل بيقول اللي ما يشوف من الغربال يبقى أعمى، يعني اللي بيشيطن نظام المقاومة أكيد إنسان عنده يعني شيء في نفسه يعقوب، إما يكون من الفلول أو يكون من الأحزاب الفرسونية اللي هي تعتبر زي من أزياء الفلول. ولكن لجان المقاومة أثبتوا أنهم شباب ليس لديهم أي نوايا في سلطة ولا في مكاسب شخصية ولا أي حاجة، ورغم ذلك هم بضحوا بأرواحهم. أفتكر دي يعني قمة نفران الذات. بالتأكيد. فليشيطن من يشيطن، ولكن الحقيقة تبقى ثابتة كالجبل. أما لجنة أطباء السودان المركزية في الحقيقة يعني أنا مهما تحدثت عنهم لا أوفيهم حقهم. هذه اللجنة نجحت في علاج كثير، نجحت رغم أنهم يعني أغلبهم بيكونوا متطوعين، وفي بعض منهم جايين من دول من المهجر من خارج السودان، ونجحوا في أنهم
يعني يعمل إحصائيات دقيقة لعدد القتلى والجرحى الذين حاول النظام إخفاء عددهم والتباهي بأن عددهم قليل، ولكن هذه اللجنة أثبتت إنها لجنة على قمة المسؤولية وقمة الوعي بدورهم الأساسي والحقيقي، مش أطباء بس، أثبتوا وطنيتهم، أثبتوا انتمائهم للثورة، أثبتوا ثباتهم رغم إنهم اعتدوا عليهم في المستشفيات وضربوهم وضربوا الشباب المرضى، اختطفوهم من سيارات الإسعاف، ولكن هؤلاء الأطباء وقفوا وقفة رجال ويستحقون أيضا بجدارة جائزة نوبل مثلهم ومثل أطباء لجان المقاومة. يعني إحنا الاثنين، هؤلاء التنظيمين لجان المقاومة واللجنة المركزية لأطباء السودان، هم على قمة الهرم في الثورة، ولولا وجود هذين التنظيمين لما نجحت الثورة. أستاذ عواطف، يعني في تقديرك يعني دور الإعلام في الوقت ده يعني تحديدا والمطلوب منه شنو؟ المفروض إحنا نسلط عليهم الضوء إعلاميا، نسلط الضوء عليهم إعلاميا حتى إنه كل دول العالم والمجتمع الدولي يعرفوا دورهم شنو في الثورة، ما دور هؤلاء الشباب في الثورة التنظيمين، يعني لا نستثني أحد منهم، نسلط عليهم الضوء وندعمهم ماديا ومعنويا وأدبيا، لأنهم صراحة يستحقوا الدعم. نعم، يعني دعمنا لهم المفروض لا يتوقف ويكون له حدود، دعم مطلق، هم محتاجين لأشد الدعم، محتاجين لكل أنواع الدعم. هؤلاء الشباب استطاعوا بالأدوات البسيطة اللي معاهم يعملوا قفازات حرارية، يعملوا أقنعة ضد الغاز المسيل للدموع، وهم لذلك أنا أرى أنهم يحتاجون لكل شيء، ما عندهم أي شيء، ومع ذلك يصنعون من لا شيء أشياء كثيرة. فأنا بطلب من كل الموجودين، من كل السودانيين الموجودين في المهاجر والموجودين في المنافي، إنهم يساعدوا هؤلاء الشباب الإعلاميين بصفة ويدعموهم، خاصة. والإعلاميين بصفة خاصة دورهم المفروض يكون كبير جدا في تسليط الضوء. يعني هي ما هي جائزة نوبل؟ جائزة نوبل بتحتاج لدعم إعلامي، يعني مثلا أنا لو ما دعمت الشخص ده إعلامي ما حد حيعرف عنه حاجة. لازم نحن نفصل دورهم، لازم نتكلم عن دورهم، لازم نوري دورهم هو إيه، هم عملوا إيه، ولازم نسلط الضوء على سلمياتهم، لأن هؤلاء الشباب استفزوا، تم استفزازهم بصورة رهيبة عشان ينجروا إلى الحرب وينجروا إلى استخدام السلاح، ولكن هم فضلوا يضحوا بأرواحهم، ولكن لا يجروا بلدهم إلى منزلق خطير زي ما حدث في بعض الدول. شكرا أستاذة عواطف على إفاداتك وآرائك، وخلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني. على أجنحة الفجر ترفرف بيناتك مامك تطلع شمس عراسك، بيناتك مامك تطلع شمس عراسك، يا شعب لهبك ثورتك، يا شعب لهبك ثورتك، تلقى مرادك والفينيتك، انت تلقى مرادك والفينيتك، عمق احساسك في حريتك، عمق احساسك في حريتك، يبقى ملامح في ذريتك. مركزية لجائزة نوبل للسلام، وأيضا شيطنت بعض الجهات للجان المقاومة. خلونا نستمع أيضا للناشطة وعضو لجان المقاومة الأستاذة نادية نور. نادية مرحبا بك. أنا عضو لجان المقاومة مع شباب صغار جدا، واشتغلت مع شباب يوث في السودان وبرا السودان، في أشياء كثيرة جدا بتعلمها منهم، وفي أشياء كثيرة بيطلبوهم مني أعلمها لهم، مش أنا اللي بفرض عليهم، فهم لا يحتاجون لهذه الوصاية، عليمين بما يريدون، قادوا أعظم ثورة سلمية في العالم لهذا المستوى عشان
إن هم حقا يستحقوا الترشيح لنوبل برايز، لأنه فعلا هم قادوا أكبر وأعظم ثورة في التاريخ الحديث في أفريقيا وفي العالم ضد أنظمة غاشمة قمعية جاهلة ميليشيات نامت. فلذلك كوننا نحن نعقد ساعات من الحديث عن اللجان المقاومة، شباب الثورة، تنسيقياتها، صناع القرار، مستقبل السودان، جست أنا بفتكر waste of time. أي حزب أيا كان الأحزاب اللي ما نجحوا في الفترة السابقة بالتشظي وبالتناحر وبالمكايدات والأشياء كثيرة حتى بتتقال برضو في الميديا، كل واحد بيتكلم عن الثاني، ده ما راح يفيد السودان في هذه المرحلة، ما راح يفيد السودان بكل القياسة. إحنا عندنا عدو مشترك وعندنا مكونات أخرى تريد أن تذيل أو تستأصل هذا العدو من جذور، واللي هي جذور very deeply rooted، يعني جذور معمقة جدا في أشياء كثيرة. وده بالمعرفة والتجربة، أنا يعني مشيت اشتغلت شوية في السودان بعد الثورة، فنحن we need to work on this جذور كلنا عشان نصلح ونؤسس هذه الدولة بقيادة هؤلاء الشباب. الشباب دل 70% 60-70% من الpopulation بدا السودان من الشباب، ودي من أعظم الأشياء اللي احنا يعني نفخر بها في السودان. فعشان هم ياخذوا هذا الرول، لو حتى احنا عندنا رؤى جميعا كسودانيين بغض النظر عن الخلفيات الأيديولوجية، يجب علينا أن نكون معاهم من غير شروط. هم من يضعون هذا الشروط، هم من يضعون الشيب اللي هم عايزينه. أستاذ عثمان قال في مكانات فعلا لم تخد فيها حاجات جديدة عشان تصنع بيها منتج تاني doesn't work، وthis is true. هم ده اللي بيعملوا فيه حسنا. عشان كده تغيير هذه المكانات صعب جدا، لأنه المكانات دي كانت في السودان منذ استقلاله ولم تتطور بالما يريدونه هذا الشباب للسودان. فنحن ندعو بالمؤتمر الدستوري لحوكمة هذه الأمور بالفترة الانتقالية التي يعني بتيك البروسيس بتاع إنه الدولة دي عشان تؤسس عندها شروط معينة، وفي مقدمتهم شباب الثورة ولجان المقاومة، وهم يستحقون نوبل برايز مع الأطباء اللي ضحوا بأشياء كثيرة في حياة في عملهم، حتى المهن بخلفية برضو في الحتة دي. يعني الأطباء دي العانوا الكثير جدا 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 جدا، الجيش الأبيض زي ما بسموه. فنحن علينا أن نعمل أكثر مما أن يعني نحاول نشرح لأنه لجان المقاومة ديل منو ممكن يبقى واسع عليهم، لأنه ده ما حيحصل، لأنه هم عارفين ما دار أكرر كلامي. وعلينا أن ندعمهم بما يريدونه هم منا، يعني إحنا كأجيال يعني الكبار منهم. شكرا للأستاذة سلمى نور الناشطة وعضو لجان المقاومة. وأيضا قبل ما ننتقل لضيف آخر في البرنامج، خلينا نطلع فاصل قصير وأيضا نجي راجعين تاني. هيا يا شباب هيا للأمام، سوداننا قد مل البلام، حرية كاملة هي المرام، تخذ ولا يجدي الكلام، حذاري أن وطنك يطلق. عودة بعد الفاصل، وحول ذات الموضوع في ترشيح لجان المقاومة ولجنة الأطباء السودان لجائزة نوبل للسلام ودورهم في الثورة السلمية، وأيضا يعني شيطنة بعض الجهات للجان المقاومة. نرحب أيضا بالدكتورة سليمة إسحاق الناشطة في منظمات المجتمع المدني. أهلا مرحبا بك. والله حتى هم لو ما فازوا بالجائزة، بالذات لجان المقاومة، يعني حتى لو ما فازت بالجائزة بالنسبة لنا ده يعني انتصار كبير، خاصة إنه الثورة السلمية برغم القمع برغم اللي بيحصل ده كله، هم حافظوا على إنه تكون ثورة سلمية، وإنه السلمية هو سلاحهم الأساسي، فهم بيستحقوها أكيد بجدارة. وده بيكون انتصار كبير على الناس اللي بيحاولوا دائما يشوهوا سمعة اللجان المقاومة، وبيخطوا إنه هم حادوا عن السلمية وكل الادعاءات والفبركات اللي قاعد تحصل الآن. نعم.
صحيح، هو في يعني بالذات يعني أنا ما أقدر أسمي مثلا يعني تسميات بعين، لكن في ناس بتحاول تشوه صورتهم في حين إنهم هم قدموا يعني الشهداء وقدموا أرواحهم للثورة. قدم أرواحهم قدام، وأثناء تقديم الأرواح دي هم ما بيقدموا أرواحهم، بيحاولوا يقدموا الوعي، بيحاولوا يبينوا للقوة اللي بتقمعهم إنه إحنا ما ضدكم، إحنا عايزين نعمل حاجة للسودان، وبيكيفوا يعني ما بيقدموا أرواحهم قدام على أساس إن الناس التانيين ما يتأذوا. نعم ونحن بنتمنى إن الناس كلها الأرواح دي كلها تكون كانت معانا، يعني إذا انتصرت الثورة السودانية إن شاء الله منتصرة، بتمنى إنه يعني قدر الخسائر دي تقيف، يعني والعنف ضدهم يقيف، والعنف القمع اللي بيحصل لنا ده يقيف، لأن الناس بتعبر عن حقها بس ما قاعد تعمل، الناس دي قاعد تحاول تشيل مساحتها المدنية المستحقة، هو بيأسس السودان مختلف تماما، دي أجيال مختلفة تماما بتأسس لحاجة مختلفة تماما غالبا، يعني إذا في عشان كده بيكون في هجوم عليها من كل الجهات، لأنه في ناس كتير من مصلحتها ما يكون في تغيير ديمقراطي أصلا، أو تغيير ديمقراطي في تحول ديمقراطي في أفريقيا كلها، خليه في السودان قادرين هم يحدثوا الأثر ده بحيث إنه يكون في الهجوم ده عليهم، لازم الهجوم ممكن يكون دولي وإقليمي، فهي هم أكيد ما سهلين، ولجنة الأطباء المركزية طبعا تستحق بجدارة ما في كلام، يعني أكيد يعني أكيد لجنة الأطباء المركزية وقفت ترس كبير جدا جدا في ال في ال في ال في ال من منزل يعني من ديسمبر 2019 2018 لحد الآن، وقدروا ما حاولوا يعني نظام البشير لحد هسه الانقلاب حاولوا يوصموها بأنها هي جسم هلامي وما عنده معنى وما موجود، لكن هي موجودة موجودة وموجودة بجدارة، يعني ثورة يعني. لها دورة في التوثيق لكل للقتل، ودورة في التوثيق للإصابات، ودورة في التوثيق للأحداث، وهي كان ما كانت عندها دور كبير، ما كان بيتعرض للقمع ده، شوف الأطباء هسه الآن يتم قمعهم كيف في المستشفيات، يتم قمعهم في الاستهداف حتى، فأكيد هم أكيد كان عندهم أثر كبير في الحدث في الفعل الثوري، عشان كده هم مستهدفين. نعم أقل شيء تقدم لهم جائزة زي دي، يعني أقل حاجة. نعم نعم شكرا دكتورة سليمة، شكرا لك. الله. تسلم حبيبتي. أعزائي المستمعين، استمعنا إلى الدكتورة سلمى إسحاق الناشطة في منظمات المجتمع المدني، وأيضا استمعنا إلى الأستاذة وعضو لجان المقاومة نادية نور، والأستاذة الناشطة الصحفية عواطف إسماعيل، حول الدور الكبير الذي تلعبه لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان في الأحداث وترشيحهم أيضا لجائزة نوبل للسلام ولأدوارهما العظيمة، وأيضا تطرقنا لشيطنة بعض الجهات لهما. أعزائي المستمعين، إلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وجيل وعافية.